أصدر المكتب الإعلامي التابع للواء الخير أحد ألوية المعارضة المسلحة والموجود ضمن أحياء حمص القديمة أصدر بيانا موجها لمؤتمر جنيف 2، قال فيه إن دخول أي مساعدات إلى أحياء حمص القديمة مرفوض ما لم تفتح ممرات إنسانية آمنة من أجل خروج العائلات المحاصرة. يأتي ذلك في وقت قال فيه ناشط إن قوات النظام قصفت حمص القديمة بصواريخ أرض أرض. حصار بري وقصف جوي بطيران النظام، حمص القديمة ترزح تحت وطأة الموت البطيء الذي يهدد من بقي فيها من الأحياء. هذا حال مدينة كانت ثالث أكبر المدن السورية من حيث عدد السكان. من بين جدران متداعية من آثار القصف يناشد من تبقى من أهلها المنظمات الإنسانية والعالم العمل على فك الحصار الذي تفرضه قوات النظام عليهم منذ قرابة سنتين. نحن بدنا كسر حصار، نحن ما جايين بس مشان يفوتونا أكل، نحن جينا لهون مشان نموت بشرف وعزة، ما يفوتونا أكل ويزلونا وما بدنا ممرات إنسانية، نحن بدنا كسر حصار، بدنا ممر إنساني وكسر حصار ليفوت الأكل وناكل ونحارب ونكفي حرب. مطالبنا بكل حصار، حاشنا صرنا سنين ونص نحن محصورين. المكتب الإعلامي التابع للواء الخير وهو أحد ألوية المعارضة المسلحة الموجود ضمن أحياء حمص القديمة أصدر بيانا موجها لمؤتمر جنيف 2 يؤكد رفض دخول أي مساعدات ما لم تفتح ممرات آمنة لإخراج العائلات المحاصرة. أنا من داخل حمص المحاصرة صار لي سنة ونص متصاوب وقاعد بالفرشي بحاجة لتطليع برا سوريا أعمل عمليات جراحية. أنا لازمني مفصل بركبتي، ما بدنا اخي تفويت الاغاثات، بدنا فك حصار. احنا الاغاثات اللي بدها تفوت يعني بدها تكفينا جمعه او شهر. ناشطون داخل احياء حمص المحاصره اتهموا قوات النظام باستخدام رصاص يحتوي على ماده الزرنيخ السام، وذلك كما يقولون امعانا من قوات النظام في العمل على قتل من بقي من المحاصرين. وحسب ناشطين ايضا فان قوات النظام جددت قصف احياء حمص القديمه بصواريخ أرض أرض في وقت تدور فيه معارك عنيفة في قرية الزارة ومحيط مدينة القصير جنوبي حمص.